طيب نستضيف اليوم محمد مسعود، وهو عراب خلوها أجمل ومجموعة من المنظمات التطوعية في الموصل، ويعمل مع فريق المكون أكثر من 100 عضو بالتعاون مع مجموعة منظمات أخرى في بغداد والموصل والأنبار وغيرها من المحافظات. هو اليوم يحتفي بتكريمه عربيا بجائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لرواد العمل التطوعي، واليوم نستقبل محمد حتى نحشي أكثر عن خلوها أجمل. يعني أنا جدا سعيدة بالجائزة اللي حصلتها، وجدا سعيدة أنه أشوف خلوها أجمل على مدار 6 سنوات كبرت. يعني خليني أقول أنا واحد من شهود العيان كان على هذه المجموعة، حتى من قبل بدايات تأسيسها، من أيام التحرير، من أيام المعارك، حقيقة من أيام المعارك. خلوها أجمل يمكن ما كانت هي بشكل منظم رسمي، ككيان منظم رسمي موجود، ولكن كان فريق فعلا يعمل على الأرض في الوقت اللي كان في حرب بالموصل وعمليات تحرير وعمليات عسكرية. كان هذا الفريق التطوعي يحاول يوصل لكل الناس. يعني فعلا مبروك، ويا ربي إن شاء الله دائما النجاحات، ويكون يعني ثمار خلوها أجمل مو بس للموصل، لكل العراق إن شاء الله. بداية شكرا لجمانة، وشكرا لدجلة على الاستضافة الجميلة، وتحياتي للكادر الرائع، وأوجه التحيات لمكتبكم في الموصل اللي كان متواصل معنا على مدار 6 سنوات اللي راحت. خلوها أجمل كانت بدايتها يعني صعبة جدا، وكان أكو حاجة لوجود خلوها أجمل ولوجود شباب يمثلون الوجه الحقيقي للموصل، وبشكل آخر أنه يقفون مع المدينة بوحدة من أصعب المحن اللي مرت عليها. كان خلق بالمعارك 100%، أيام تحرير أولى مناطق الجانب الأيسر، نحن نقولهم بدأت العمليات العسكرية، القوات الأمنية تحرر منطقة، نحن كنا ندخل لهذه المنطقة لأنه كان كمية كبيرة من الأنقاض. وجودنا كان لأنه فريق تطوعي وليس جهة حكومية، في أي وقت نحن نطلع. دائما أذكر عبارة في أي لقاء أذكره، أنه الحلو بيخلوها أجمل وبالفرق التطوعية اللي موجودة بالموصل، أنه بدأت الاتصالات تدخل للموصل، فكنا ننشر أنه يا شباب المدينة محتاجتكم اليوم، يا شباب هذا وقتنا، نحن لازم نقف مع المدينة. كل من يجيب نشافة، كل من يجيب بالعامية نقوله بالموصل، كل من يجيب الكورك والنشافة ويجي يساعد المدينة حتى يفتح الطرق للناس. ما احنا لازم نحكي يعني عن هاي التفاصيل. كانت يعني خلوها أجمل انخلقت في وقت كانت عمليات التحرير على قدم وساق، لكن رافق عمليات التحرير هو الركام اللي طبعا نتج عن عمليات التحرير، انسدت الطرق على الناس. محمد إذا تتذكر الناس ما كانت تقدر تطلع من بيوتها، يعني يفتح الباب مسدود. بس الشباب انت كمل. هو هذا الفكره اللي نحكي عليها، هاي الصور اللي ظاهره قدامكم حاليا. نحن كان هدفنا انه نحن نسهل عمليه دخول القافلات اللي كانت تدخل منظمات دوليه، صعب تدخل قافلات وامامها مجموعه من الانقاض مقابلها، كان هدفنا انه نحن نفتح هذه العوجات، نفتح الشوارع حتى نسهل عمليه دخول. الناس كانت تشوفنا على انه نحن فعلا اداه حتى نسهل عمليه دخول القافلات، عمليه عودة الحياة بشكل أسرع، المدارس، المؤسسات الصحية، بكل شيء. الحلو كان في وقتها بالرغم من شدة المعارك اللي كانت موجودة بالجانب الأيمن وحتى جزء من الجانب الأيسر، كان خلوها أجمل موجودين، ما كان يهمهم. واحدة من المناطق اللي اشتغلنا بها كانت تقع الهاونات علينا، ما كان يهمنا أي شيء، كان يهمنا أنه نحن شباب متطوعين، همنا أنه نحن نقف مع المدينة مالتنا، وهذا التاريخ راح يسجل أنه هاي الشباب وقفت مع المدينة. لذلك كان اختيار الاسم انه اتفقنا انا والشباب ويانا، يا شباب ضروري جدا انه خلاص نسوي لنا صفحه على الفيسبوك ونبدي ناسس. طيب خليني اسالك هنا، أنا البدايات البواكير، شلون الفكره اجتك وشلون اختاريت الاسم؟ يعني هو الاسم رنان، يعني ظل بالبال خلوها اجمل، يعني هو ينطيك دافع انه انت تشتغل حتى أكيد تصير مدينتك اجمل. انا واربعه من الشباب اللي ويانا نحن المؤسسين لهذه أنا لحد أنا أسميها مبادرة، بالرغم أنه هي تسجلت رسميا بدائرة المنظمات غير الحكومية حتى نحفظ جهود الشباب والأعمال اللي إحنا سويناها. لما كنا نشتغل فكرنا أنه كل واحد قام يطرح اسم، أنه شنو الاسم اللي نسميه لهذه المبادرة، ونحن نعرف أنه أهمية خلوه أجمل بهذا الوقت تحديدا. صفوان المدني ويانا واحد من مؤسسين المبادرة طرح الاسم، نحن بدينا نطرح
الموصل أجمل، الحدباء أجمل كذا، صفوان قال نسميها خلوها أجمل، خلاص وافقنا عليها مباشرة. اسم خلوها أجمل إلى اليوم بفضل من الله سبحانه وتعالى، الاسم وصل عربيا ووصل عالميا، وقبل أيام كانت يعني في مملكة البحرين بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي، وأيضا بسنة جديدة أكو دعوة إلى خارج العراق. فكرة خلوها أجمل كانت فكرة يمكن مغايرة عن البقية، أنه شباب المدينة يقفون مع مدينتهم، القوات العسكرية أدت مهامها بكل أمانة وجاء الدور الأكبر على الشباب. هاي القوات المدنية. نعم أكيد إنها القوات المدنية. اللي كنا فعلًا نسهل في أوقات محددة، كانت نحن تجينا الدعوات عن طريق مناطق وعن طريق أشخاص وحتى عن طريق تنسيقنا مع القوات الأمنية إنه نحن تحررت هذه المنطقة، خلاص تعالوا ادخلوا عليها. ووصولًا إلى أيام كورونا، هاي الصور ظهر أمامكم هي في جائحة كورونا، كان طير ما يقدر يطير، نحن كنا نوزع السلات الغذائية على الناس المتعففة اللي فقدوا، اللي كان الشخص اللي يعيش الجمانة بخلينا نسميه بالقوت اليومي، اللي يشتغل ب 10,000 دينار و 15,000 دينار، نحن كنا نوصل له سلة غذائية تكفي شهر أو شهرين، وزعنا 5,000 سلة غذائية. وهذه الصور اللي ظهر أمامكم هي في مملكة الحضر، أقدم الممالك العربية، أيضا كان بها كمية كبيرة من الـ 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 الأنقاض، وأيضاً خلينا إنارات وبساط. طيب. الجلوس. خلينا نتحدث عن الجائزة بشكل أكثر، شلون تلقيت الجائزة؟ إيش معنى أنت؟ إيش معنى خلوها أجمل؟ وأيضاً يعني شو شعورك بعد هذه السنوات الطويلة أنه تكرم بهذه الجائزة؟ أكيد هو يعني هذه الجائزة هي للمدينة كلها وللمتطوعين، هذه الجهود هم اللي يشتغلوها، نحن نتمنى هذه الجهود. انطلقت استمارة، البحرين كان يدعون أو يدورون على أشخاص عندهم أعمال تطوعية 10 سنوات فما فوق. أنا دخلت بهذا المجال سنة 2010، بعدني كنت صغير فدخلت لهذا المجال، وحتى قبل خلوا أجمل أنا كنت مع فريق ثاني نشتغل أيضا بالأعمال التطوعية، كانوا يبحثون على شباب من الوطن العربي، 15 شاب يبحثون عليهم حتى يكرموهم بجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة. استمارة اعتيادية، عدد كبير من شباب العراق قدموا على هذه الاستمارة، وأنا كنت أتوقع أنه راح أفوز بهذه الجائزة، لأن هم كانوا يبحثون على شاب عنده هذه المواصفات ومنضوي تحت مؤسسة ويكون عندهم عمل قوي موثق بلينكات وإلى آخره. قدمنا على الاستمارة والحمد لله أنه فزت بهذه الجائزة، وكانت في البحرين الشهر اللي راح، أنا كنت وحيد من العراق والدول العربية الأخرى 14 شاب عربي وشابة من الدول العربية المختلفة، كان كرمونا كأبرز 15 شخصية عربية بارزة بمجال الأعمال التطوعية. الجميع، هو الجائزة هي جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي، يكرمون الأشخاص والشباب اللي منضوين تحت مؤسسات أو فرق تطوعية حتى يكرموهم. الهدف الجائزة هو أنه أنت ينطيك حافز أكبر تشتغل بعد بشكل أكبر، رح تشتغلون بشكل أكبر؟ أكيد 100%. عندكم أشياء جديدة للمستقبل؟ أكيد، يعني إلى اليوم أنا حاليا يعني جالس معاش، لكن عندنا نحن أطفال أيتام نجهزهم، هذه المبادرة نحن يعني معروفين بها داخل المدينة، عندنا 1,000 طفل يتيم، هذا 1,000 طفل يتيم هو بشكل مباشر مصدر التمويل مالته، هو من أهالي الموصل الكرام. 1,000 طفل يتيم نحن سنويا الملابس الصيفية والشتوية والزي المدرسي، حاليا نحن مقبلين أو بدينا الموسم الدراسي، كل موسم دراسي نحن نجهز 1,000 طفل يتيم بالملابس، هذه الصور اللي ظاهرة أمامكم، نأخذ الطفل، فكرتها يمكن تختلف عن البقية أنه نحن نأخذ الطفل لأفضل المواد، مثل ما أشتري الإبن يعني أنا أودي هذا الطفل أقول له تختار اللي تريده، قميص بنطلون حذاء زائدين القرطاسية، الطفل لما يختار الملابس اللي هو يريده راح يفرح بها، لكن أنا أجبره أنه تأخذه كبير صغير عليه، هاي فكرتها، وهذا أيضا بدعم من المتبرعين من أهالي الموصل، وأيضا عندنا جزء آخر من هذا مشروع المحلات في الموصل قديما بدعم أيضا من منظمات دولية. محمد مسعود، يعني حقيقة خلوها أجمل مدعاة للفخر في الموصل وفي العراق بشكل عام، سعيدة جدا بانضمامك لنا بالاستوديو اليوم للحديث عن خلوها أجمل، وهي فعلا أجمل بناسها وبأهلها. شكرا جزيلا جمعنا.